إطلاق، تكاثر، استدامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد سعيد الكبيسي، رئيس لجنة التجهيزات والفعاليات في جمعية القناص القطرية. يا هلا ويا مرحبا فيكم في حملة صقاقير قطر لإطلاق الصقور 2022. مرحلة الأولى نستلم الطيور، نفحص عليها كشكل خارجي. ينهد يتكاثر، لكن إذا ما مسكته وغير مسكه ما راح يوقف، الفصيلة هذه توقف ما عاد تنتج. لكن إن شاء الله أتمنى كل أن يحذو نفس الخطرة، يهد الطيور الطيبة تخليها تكاثر في المحمية، تروح تنتج تكاثر، ما تنقطع الفصيلة هذه ولا الفصائل الثانية، لأن في فصائل انقطع، في فصائل انقطع ما شفناها انتهت. وأشكر جمعية القناص على المبادرة الطيبة، جزاهم الله ألف خير، شكرا. المرحلة الثانية نستلم الطيور نوديها مستشفى سوق واقف للصقور، هناك يفحصون الطيور. دكتور أفلام مدير الكرخي، مستشفى مستشفى سوق واقف للصقور. تقوم مستشفى سوق واقف للصقور بإجراء الفحوصات الطبية والمختبرية اللازمة للتأكد من لياقة الطيور التي سيتم إطلاقها عن طريق جمعية القناص القطرية. وصلنا إلى المرحلة الثالثة اللي هي إطلاق طبعاً شحن الطيور على خطوط متن خطوط الجوية القطرية. المرحلة الأولى كانت استلام الطيور من أصحاب الصقور، جزاهم الله خير. المرحلة الثانية فحص الطيور في مستشفى سوق واقف، جزاهم الله خير. المرحلة الثالثة شحن الطيور على متن خطوط الجوية القطرية، جزاهم الله خير. المرحلة الرابعة هي إطلاق الطيور إن شاء الله في طبيعتها. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. طبعاً هذه حملة صقاقير هالقطر، السنة هذه الحملة الخامسة. طبعاً احنا في أذربيجان وحن بتاريخ 30/3. نتمنى لهذه الحملة النجاح السنة. عندنا 60 طير. نشكر صقاقير إخوان صقاقير هالقطر اللي تبرعوا بها، نشكرهم جميع، ما نقدر نعد أسمائهم لكن نشكرهم جميع. سوينا لهم لوحة شرف، نتمنى أن إن شاء الله إحنا وياهم نساهم في تكاثر هذه الطيور وإطلاقها في الطبيعة من سنة لين سنة. هذه السنة الخامسة لله الحمد، نشكرهم ونشكرهم ولا نقدر نوفيهم حتى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الخطوط الجوية القطرية على دعمها لحملة صقاقير هالقطر، واللي أعتقد أن لها أهداف نبيلة من ضمنها الحفاظ على الحياة الفطرية بالنسبة للصقور وتتبع خطوط الهجرة، وعلى هذا الصغر حد أجهزة التتبع، واللي إن شاء الله من خلالها راح نعرف خطوط الهجرة العالمية بالنسبة لهذه الصقور واللي محببة لهالقطر وصقاقير هالقطر. و يعتبر هذا الدعم من الخطوط الجوية القطرية لدعم التراث والمحافظة على هذا التراث اللي رؤية قطر 2030 تحث على المحافظة على التقاليد والحداثة. ونتمنى إن شاء الله أن هذه الصقور تتكاثر في الطبيعة وترجع لنا بأعداد كبيرة في المستقبل.